السلام عليكم. على بالك بلي واحد المرأة ماشي شابة خلاص. وعلى بالك النساء عندهم بروبليم سيكو كي يكونوا باغ اكزومبل دو فام، وحده شابه وحده لا، انت اوتوماتيكمون تشوف في هذيك اللي شابه، هذيك اللي ماشي شابه ديرها. جار هذي كاع ماشي شابه، دونك اللي تشوف روحها ماشي شابه زعما دو بريفيرونس ما ديريش هكا، باسكو تبين باللي انت ماشي شابه. الوغ وحده مش شابه خلاص، ربي ما عطاهاش الزين جرام وقاست بدون تعلمة في مجرى مع جوايه المغرب، والبدون تاع الماء طايب مسخون، قاسته في مجرى خرج فيها الجن. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، الجن قال لها قلعتيها لي من فمي. الجن نخلع صاحبي. واحد الانسان بدا يدير واحد الصوالح بان بلي ماشي نورمال، يلبس بيدون هكذا في راسو، هو عنده 40 عام، جابوا له إمام فقيه زعما يخرج منه الجن. الفقيه هذاك حط صوالح هكذا مجمر وبدا يقرا. من بعد هذاك هدر، مي ماشي هو اللي هدر، هدر الجن. الجن قال الإمام، قال له اسمع، ارفد المجمر واعطيها. علاش؟ قال له باسكو هذا مش انا اللي راني ساكنه، أني ساكنوا أنا، مرتي، خوالي، عمومي، يزيني، قلوا قاع الجنون سكنوه. قالوا مي علاش؟ قالوا إحنا الجنون كنا دايرين عرس في مجرى، وهذا قاس الماء طايب في مجرى وما قالش بسم الله، وطيبنا إحنا قاع. جا هذاك الإمام قعد يخرج فيهم واحد واحد، فينا المخرجهم قاع. بعد قال لهذاك اللي مريض، قال له اسمع ولدي راك مليح اليوم وراك غايه والجنون كاع خرجوا. قال له بصح على بالك كي صرالك؟ قال له لا. قال له هذه واحد 3 جور ولا 4 جور ما قصتش الماء طايب في مجرى وما قلتش بسم الله. قال له وين نيشان؟ قال له يما لا، الجنون كانوا دايرين عرس في مجرى وانت كي قصت الماء طايب في مجرى راك توشيتهم كاع صاحبي، سي بور سا سكنو. قالوا دروك؟ قالوا راك غايه. اي هذاك رياح، مي كل ما يفوت على كانش مجرى الله يسخر، كاين المجرى اللي ينزل فيها الكادو، كاين المجرى اللي يبرح فيها. ايوا في خاطر كاع الجنون صوبوا لي جن تاع 27 زاد كاع الطروش على بالك.